احنا دائما نؤكد مرارا يعني مستمرين ان شاء الله في التعليم الوجاهي. الوضع الوبائي يعني اذا اردنا ان نتكلم عنه بنسب يعني الاصابات النشطه، نسبه الاصابات النشطه الكليه بين الكوادر الاداريه والتدريسيه والطلبه تقريبا 8 بالألف، نسبة الإصابات النشطة بين الطلبة فقط هي 7 بالألف. نعم. نسبة الشعب التي تم تحويل التعلم فيها عن بعد يعني تقريبا 3 بالألف. تم تحويل الأسبوع الماضي 7 مدارس للتعلم عن بعد، وأتوقع أنه بكرة جزء منها راح يعود للتعليم الوجاهي لأنه أكمل 5 أيام. يعني الصحيح في ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالطلبة، لكن يعني نستطيع القول أنه الوضع الوبائي تحت السيطرة ويدعونا إلى مزيد من الالتزام. مستمرون إن شاء الله في التعليم الوجاهي، والامتحانات النهائية أيضا إن شاء الله راح تكون وجاهية. دكتور، احنا ضايل الفصل الدراسي 11 يوم. نعم. وال11 يوم وجاهي، والامتحانات ستكون وجاهيا في المدارس. هذا موضوع شاء محسوم وانتهى اذا شاء الله. يعني الاسبوع الحالي هو وجاهي، ايضا الامتحانات تبدا ب 8-12 يوم الاربعاء. بتعرف استاذ محمد دائما قبل الامتحانات هو تجهيز قاعات وترتيب قاعات، والمدرسه تستعد لتنظيم امورها لتقديم الطلبه للامتحانات. فالحمد لله ان شاء الله انه كل شيء وجاهي، ويعني التعلم عن بعد هو خيار الضرورة، والتعليم الوجاهي هو الأساس دائما. احنا هذا هو يعني في وزارة التربية والتعليم هذا مبدأنا، ان التعليم الوجاهي لا غنى عنه لانه هو الأساس. لاني كما قلت لك مرارا وتكرارا عبر برنامجك، هناك في المدرسة نبني شخصية الطالب ولا نقدم له المعرفة فقط. طيب والتعليم دكتور الوجاهي يحقق ذلك. معليش يا دكتور احمد انا بدي ازعجك، لكن عشان بس نقدر نجاوب على الناس قلقة من هذا الارتفاع المتواصل في الأرقام، ولا حديث أنه إذا ما ارتفعت الأرقام أكثر فأكثر، وضايلنا 11 يوم. نعم، لكن في 11 يوم هل هناك أي تفكير بالعودة للتعليم عن بعد؟ لا لا سيدي، مثل ما قلت لك التعليم الوجاهي هو يعني المستمر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ولا نية للتحول للتعلم عن بعد. أشكرك كل الشكر دكتور أحمد. إحنا نحاول دائما أن نفند هذه الشائعة التي تنتشر هنا وهناك ويروج لها البعض هنا وهناك، فنود أن ننهيها ونحسمها، ونكرر عبر هذا البرنامج دائما القول بأن التعليم الوجاهي، الوجاهي فقط هو القائم، ولا تغيير ولا تعديل على ذلك إلى أجل غير مسمى إن صح التعبير. دكتور إبراهيم، أنا أعتقد هاي مثل أسطوانة اللي زي ما حكينا ما قبل شوي، هي أسطوانة مكررة كل فترة وفترة. أعتقد آخر شيء في منظمة الصحة العالمية إيش بتحكي سيدي، آخر شيء يغلق هو المدارس، وأول شيء يفتح هو المدارس إذا كان في موج. آخر شيء يغلق هو المدارس، وحتى شوف هسه في أوروبا سيدي غالبية الدول اللي سوت إغلاقات ما أغلقت المدارس. في بعض الدول ما أغلقت المدارس سيدي، أغلقت كل شيء في محضة معينة ولكن المدارس بقيت مفتوحة. يا سيدي هذا فيروس عنيد، هذا فيروس يتحور كل فترة وفترة. إذا بدنا نظننا كل 6 أشهر ولا مسكرين مدارس 6 أشهر ولا مسكرين فصل ولا مسكرين فصلين، والتعليم عن بعد باحترام إله أوكي كان هو حل بديل، ولكن لم يثبت أعتقد جدارته في لحظة معينة.